علاوي اشتغلت كرين. من شوارع ابو نقاس، بالتحديد كورنيش ابو نقاس. بعدين شباب الفيكسد الحلو، نحن لنا جوله صغيره نكمل طريقنا. يا بي طلعنا متاخرين. تاخرنا تقريبا ثلث ساعه هيك شيء. الموعد بالتسعة لازم يطلع الفريق بس تاخرنا. هي ما يخالف ان شاء الله هسه راح نكمل انا وش كم ولد ويانا، همينا متاخرين. ناخذ لنا جوله فرديه ونرجع ان شاء الله. يا بي بعد صاير اليوم سوق الجمعه بالشورجه بالسنك فتشيل ازدحام. ما علاوي شلون الازدحام؟ صعدنا على الرصيف نتمشى يلا نقدر نمشي. اليوم باعوا هناك الصدريه وسوق البايسكلات صايره الا فول، ما نقدر نمشي. تدرون بعد سوق الجمعه. يلا تكمله الجوله واحدنا وقفنا قاعد نشرب عصير. كله طبيعي. اي كله طبيعي خلاص. هذا الزبيب وهذا البرتقال الليمون العلاوي. علاوي رجيم قاسي. من باب المعظم مدينة الطيب. جولة جولي. بجي بسمع الاجواء شلون حلوة. الاجواء في شي كارثي والله صح. تطلعون بهيج اجواء يعني احسن من اجواء الصيف، لان اجواء الصيف يصير كلش حار وتعبون كلش بالرقم. حاولوا تطلعون بهيج اجواء معتدلة الجو الصيف. طبعا هسه بعدني مستمر بالطريق، وصلت الى منطقة سيوني. سيوني العشق. كمل الطريق بعد 46 كيلو. حلوة خوش مسافة ومستمر ان شاء الله. يا بي ونهاية الجولة ويا كابتن علي الذهب. بعد هسه طبعا قطعت 50 كيلو، جولة حلوة وسريعة بس بعد صار الشمس بعد الجو. طبعا الاجواء كلش حلوة تساعد على الجوله. شو تقول علاوي؟ والله مكان خالي الماء اجل. اي والله جو روعه فشي كلش حلو والله. اخذنا صور تذكاريه بساحه التحرير، افترينا بالصدريه، افترينا بباب المعظم، اخذنا خوش فره. جوله جولي. يلا راح اودع هسه حاليا كابتن علي وانطلق ان شاء الله باتجاه اسمه. طريق السلام بامان الله. الله يبارك. يسموه جسر ديالى القديم. هاي نهر ديالى. الحركة المفضلة بالازدحام. ليفتنوا به من عذابي